نقوم بالضغط طوال المباراه كامله او طوال الشوط كامل على فترات. انا معاك على فترات في مواقف معينه في وضعيات معينه. دكتور ارتفاع خطوره الهلال في المواقف الثابته الضربات الركنيه اصبح هذا العام مختلف امام الاتحاد والقرن الهلال امام الشباب. هناك فارق كبير على مش الفارق فرق كبير على المستوى الأداء والفاعلية. شاهدنا ضد الاتحاد قدم مباراة استثنائية لكن أمام الشباب كان هناك نجوم ونجوم قادر على التسديد في كل موقف. دكتور على على, على كرة الثابتة ثم على التسديد من خارج المرمى. دكتور المساحات وين بتشوفها في الهلال والنصر؟ مساحات الهلال خلف خط الدفاع، أتكلم خاصة على الأطراف واللي أعتقد أنه حيكون مباراة كبيرة لماني في استغلال هذه المنطقة وحتى تاليسكا. للنصر أعتقد أنه قطع الكرة في ملعب كابتن فريق النصر العالمي يقود الفريق الأصفر في المباراة الحقيقية. جيزوس للهلال ولويس كاسترو لفريق النصر. إذن لحظات تاريخية للكتابة أكيد من جانب الفريقين. قلنا هل هي الكأس الثالثة للزعيم الأزرق أم الأولى للسلطان الأصفر؟ عصيانة تذكارية. هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة في مدينة الطائف. رونالدو وسالم التوسري. رضوان جيد أمامنا. انطلق المباراة. الهلال بألوانه الزرقاء. طويلة من محمد كان. سلطان الغنام يحارسه. ميتشايل ما يعطيش تصويب. غدارة. ريبان نافاس البرتغالي يضرب ولا يبالي. هذا هو ريبان نافاس. كرة كانت مرتدة من الدفاع. كاد أن يغالط نواف العقيدي. أول هجمة لكرة. سالم الدوسري يعدي. وين الكرة بعيدة. سالم يسلم منه دفاع النصر. يشتكي من العشب. سالم الدوسري في أول اختراق لنجم الكرة السعودية. هذه كرة لسالم الدوسري. كرة جول. ونواف. نواف العملاق. نواف مرة أخرى يقدم لنا صورة على عمالقة العرين. في كرة الأولى للنصر. عمري. العمري يلعب بالنار. دفاع الخط عالي. يوزع الاكستيس لكن بعيد الكرة. قطر 2022. كرة خطيرة. والحارس نواف العقيدي. 10 دقائق لعب. ما زال تيس. رائعة منه. ويضيع توازنه. أليكسيس اللي طالب بمخالفة. الرأي والتماس يعود لنادي النصر. وإصابة البرازيلي أليكسيس. كرة براس ناويس. التسويب من سيكو فوفانا. وروبن نيفيز في التصدي. مجازفة من محمد لعب. أليكسيس طويلة لساديو ماني. ميشيل يعدي. والحكم ماذا يقول؟ رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء. أي قوة في المراوغة للبرازيلي ميشيل. تلكاتو أمامنا. أليكسيس في مهب الريح جريح. ومر البرازيلي. واضح السقوط خارج منطقة. ريبان نيفيز اللي يوزع. يلعب مع السنغالي اللي يوزع. رائعة. يا عويس يا محمد يا عويس. ماريان ناير في العرين. لعويس شرعت. بدايته كانت صعبة لكن الآن أفضل. مخالفة ضد كوليبالي لصالح كريستيانو رونالدو. رونالدو الجدار يوزع. رونالدو بالراس. رونالدو بالراس. كرة خطيرة. رونالدو بالراس لكن خارج الإطار.
كان في موقف متسلل رونالدو في ظهر ياسر الشهراني، لكن قبله كان تيس نواف يلعب كرة خيبر التسويب لمحمد العويس. عبد الله خيبري كان خبير بهذه الكرة، يقتنزها على طول والعويس متصدي. برازوفيتش ثاني، ماني يوزع برازوفيتش بقصية كرواتية ضاعت على نجم الكرة برازوفيتش للمرة الثالثة. يا سافيتش والحارس نواف يعطي والمخالفة ثاني دو كوليبالي بالورقة. انذار السنغالي ثاني دو كوليبالي نجم الدفاع لفريق نابولي سابقا. واتشي خيبري سيكو فوفانا رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويس على الخط النهائي، ولو أن هنالك راية. كرة من ميشيل مرتدة وثيع الفرصة سافيتش ميلينكوفيتش السربي ضيع هذه الهدية الدفاعية. عزيز ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. رائع الكرة ماركو يوزع كرة جول كرة جول ميشيل ديلجادو الهلال بنورو يسجل حضوره ويسعد جمهوره الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو وحده الزعيم الازرق ما اجمل لونه وما اقوى شنونه. هذا هو الهلال حارق وهاج وفتاك ديلجادو غاز الشباك. الله الله او اليكس تيس على طول لعويس حارس الامان رائع في الميدان. ركنيه كره كانت في التسعين اصابه لعويس رونالدو قويه قنبله قويه من كريستيانو رونالدو والاصابه مره اخرى تتال الحارس العويس. اندرسون تاليسكا مالكوم مالكوم ويدخل العمري وقد تكون الورقه الحمراء. الهلاليون يطالبون بالورقة الحمراء والحكم رضوان جيد يكتفي بالصفراء الحمراء بالفار تشيك ريد كارد. عمري يغادر للورقة الحمراء إذا اصفرت احمرت. فريق النصر وسافيتش والكرة بعيدة ضربة مرمى ناعف كرة رونالدو جول 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 رونالدو كريستيانو يعود بالنصر أو النصر بالأسطورة يحاكم حكام الكورة هو رونالدو يعدل
النتيجة لفريق النصر. عالمي يا نصر، عالمي النصر يعود لتاريخ النصر. الآن رونالدو، هنالك رأي، هنالك رأي. أي مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية رونالدو، لا يهدأ له بال. هذه هي قيمة بات الدفاعية علي الكرة، غريبة ضايع سيكو. Yeah.